اولا مبروك علينا كاملين كمغاربه وعرب وافارقه. الحمد لله كنبغي نشكر الله سبحانه وتعالى اللي وفقنا اليوم اننا كتبنا التاريخ من جديد. دخلنا المقابله عزمي باش نحققوا نتيجه ايجابيه. الحمد لله طبقنا فيها تعليمات المدرب والشيء اللي ترينا عليه من قبل. كنبغي نشكر المدرب بزاف بزاف اللي دار فيا ثقه كبيره، كنبغي نشكره بزاف والجماهير وكاع الناس اللي ساقوا فيا. والحمد لله ربي وفقنا اليوم اننا كتبنا التاريخ من جديد. احنا عائله ماشي كعائله، احنا عائله الحمد لله اللي دخل كيقضي غرض. وهاد النتائج وهادشي اللي وصلنا ليه بفضل الجمهور وبفضل خدمه المدرب. الحمد لله الله وفقنا وان شاء الله مازال تابعنا خدمه كبيره باش نوصلوا لنتيجه احسن.